يعطيكم العافية. بهذا التسجيل رح أكمل شرح الـ ECG. وصلنا عند نقطة أربعة اللي هي What is the axis. بس أول إشي بدي أنبه إنه هاي الفيديوهات هدول الفيديوهين إنه ما رح يغنوا عن فيديو الدكتور، لازم ترجعوا وتشوف الدكتور كيف شرح، لأنه في كمان أشياء يعني ما شرحتها، شرحت الأشياء اللي إحنا ناسينها واللي كمان بدها شوية توضيح، الدكتور مش يعني ما وضحها منيح، يعني هاد بس تسهيل. أوكي، هون step 4 هي what is the axis. شو يعني what is the axis؟ يعني الأكسس وين رح يكون موجود. أولا شو هو الأكسس؟ لو هاد السهم، هاد بحكي لنا محصلة الاتجاهات في القلب، يعني action potential صار بالأتريا كان هيك اتجاهه، بالبندل اوف هيس هيك اتجاهه، بعدين هيك، تمام. محصلة هدول بنسميه الأكسس، تمام. لهذا الأكسس له رينج معين لازم يكون فيه ما يطلع عنه، يعني إذا طلع عن هاي الرينج، هسا راح نحكي عنه يعني أكتر، إذا طلع عنه صار بهاي المنطقة أو بهاي، يعني كل هاي المنطقة اسمها deviation، يعني صار له deviation. أوكي، لا deviation هاد ممكن يكون على اليسار أو على اليمين، فنحكي له left axis deviation أو right axis deviation. أولا عشان نحكي عن الأكسس deviation لازم نتذكر الليدز كيف كنا نعملهم، ايش هم كانوا. كان عندنا 12 ليد اللي هم ليد 1 و 2 و 3 اي في ال و اي في ار و اي في اف و في 1 في 2 في 3 في 4 في 5 و في 6، هذول كانوا يصوروا القلب من الامام. اوكي، هسا احنا ما بهمونا، بهمونا ليد 1 و 2 و 3 والاي في ال والاي في اف والاي في ار. هلا ليد 1 وليد 2 و 3 كانوا عبارة عن إلكترود نيجاتيف وإلكترود بوزيتيف، ونحطهم بي يعني على الجسم بمكانين مختلفين، نشوف فرق الجهد، نشوف الأكشن بوتنشال اللي رح ينتج، يعني زي كأننا نصور القلب من الأعلى مثلا. أوكي، ليد 2 كنا نحطه، يعني نحط إلكترود على الإيد اليمين والرجل اليسار، وليد 3 يسار ويسار، ايد يسار ورجل يسار. اوكي، نيجي نطبقهم على يعني بني ادم، نرسم يعني على الرسم، نعتبر ما علينا من الرسم بس نعتبر الرسم بضحي. المهم ليد 1 حكينا هو الكترودين، واحد موجب واحد سالب، هنا الليفت المنطقة الليفت، هنا الرايت، تمام. بليد 1 حنحط الإلكترود الموجب على اليسار، نعتبر يا بنحطه على الإيد أو على الكتف، يعني ما في فرق. فهون حنحط الإلكترود، إيش الإلكترود الموجب، هون حنحط الإلكترود السالب، يعني حيأخذ تغيرات الاكشن بوتنشال في هاي المنطقه، يعني حيصور زي كانه نحكي حيصور هاي المنطقه. ليد 2 حكينا رايت هاند وليفت ليج، تمام، هون وهون. وين راح نحط الالكترود الموجب؟ الالكترود الموجب حنحطه على الليفت ليج هون، والالكترود السالب على الرايت هاند، حيصور هاي المنطقة بينهم. اوكي، ليد 3 حكينا ليفت هاند مع ليفت ايش ليج، اوكي، فليفت هاند وليفت ليج، وين حنحط الالكترود الموجب؟ هون، هيو، وين حنحط برضو يعني اكتبها، وين حنحط الالكترود السالب؟ على الليفت هاند، ليفت ارم يعني. اوكي، فحيصور هاي المنطقة، تمام. هلا النوع الثاني من الليدز هو الـ AVR والـ AVL والـ AVF. هلا هدول غير هاد، كان في إلكترود موجب وإلكترود سالب، هدولاك لا بس إلكترود موجب، وبنرتبهم الثلاث على شكل معين
بحيث يكون وسط هذا الشكل صار في يعني نقطة تعادل. هاي جمع متجهات يعني اشي ما بهمنا هسه، بس المهم انه نكون عارفين انه بدل الالكترود النيجاتيف صار عندنا صفر، والالكترود البوزيتيف هو يعني اللي بدنا نحطه وين اي مكان بدنا اياه. هلا بوزيتيف بالنسبة للصفر، الصفر بنصير نعتبرها نيجاتيف يعني ما في مشكلة. اوكي، النقطة هاي نقطة التعادل هي القلب، تمام، هي المركز، هي القلب. نيجي نطبقهم. اوكي، نحط اولا نقطة التعادل هي هاي. اوكي، AVR يعني راح نحطه على الرايت هاند. هاي هالرايت هاند يعني راح نحطه وين؟ نعتبر هون، تمام، حي ح يعني هون بوزيتيف. اوكي، ونودي لوين؟ للطرف الثاني اللي هو صرنا نعتبره زي كأنه نيجاتيف ولكنه صفر، هو القلب، اللي هي هاي نقطة التعادل. فهاد AVR. الAVL نفس الحكي على الليفت هاند بوزيتيف هون، والAVF على الفيت على القدم. القدم هون، سواء هون او هون ما في مشكلة، يعني كلها نفس النقاط تعتبر. فهون حطيناه بوزيتيف هيك للقلب لانه صفر. اوكي، ما علينا. هلأ هذا هو الـ AVF، هذا AVL. اوكي، نيجي ناخذ هدول الخطوط ونحطهم بدائرة. اوكي، نبلش ليد 1. ليد 1 وين البوزيتيف؟ هاد 1 نحط هون بوزيتيف وهون نيجاتيف. اوكي، ليد 2 اللي هو هي، هاد هو ليد 2 بين الليفت الرايت هاند والليج اللي هي الليفت ليج اللي هو هيك. طب وين البوزيتيف؟ حكينا البوزيتيف هي الليفت ليج او ليفت فيت، هون هون نيجاتيف، هاد هو ليد 2. وليد 3 اللي هو ليفت هاند وليفت ليج، ليفت ارم وليفت ليج اللي هو هاد، والبوزيتيف كان الليفت ليج. نرسمه هو هيك، هيو هيو هيك. فالبوزيتيف هون وهذا هو ليد 3. نيجي على 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 الاي في ار والاي في ال والاي في اف، هذول بالاحمر حيكونوا الاي في ار. اي في ار وين البوزيتيف؟ اكيد هون. اي في ار، اي في ال حيكون لحظة هون AVL، والبوزيتيف هون AVL. AVL لا AVR، آسف أنا بضل أتخربط بالاتجاهات. هاي AV، AVR، AVR، طب AVR، وهاي AVL هي هيها، هاي هاي هيك AVL. أوكي، والأخير اللي هو هيك AVF. اوكي، هلا ايش هو left axis deviation، ايش هو right axis deviation؟ بحكي لنا جينا شفنا زاوية ال AVL طلعت سالب 30، تمام. طبعا سالب ما بتهمنا بهاي الرسمات، هي بس يعني تدل على اتجاه. والليد 3 وليد 3 طلع 120، زاويته هاي من هون لهون 120، والاي في ال كم؟ 30. اوكي، بحكي لنا انه اذا كان الاكسس طبيعي فهو حيكون بهاي المنطقه، مش راح يتعدى هاي المنطقه، يعني راح يكون بين اي في ال وليد 3 بين زاويه 120 وسالب 30، تمام. إذا صار الليد هون أكتر من 30 لحد 180، هون إذا الأكسس يعني إذا الأكسس في أي مكان هون، فهاد بصير اسمه left axis deviation.
من سالب 30 لمية وثمانين. أوكي، أما الرايت أكسس ديفيشن فإذا تعدى 120 وراح للمية وثمانين بهاي المنطقة، هاي كلها رايت أكسس ديفيشن. أوكي، فالطبيعي يكون بين الـ AV L وال إيش وال وليد وليد 3. تمام، الـ AV L حكينا شو هو؟ الـ AV L left hand، left hand للقلب، left hand للقلب. هون هون positive، وهون لو نكمله هون حيكون negative. أوكي، هون بحكي لنا إذا بدنا أول ما نتفرج عليه وبدنا نشوف الـ axis هو normal ولا لا، بدنا نتفرج على lead 1 والـ AVF. تمام، lead 1 والـ AVF إذا كانوا الاثنين positive فبنعرف إنه المريض وضعه طبيعي ما عنده أي axis deviation. إذا كان واحد فيهم negative أو هسه رح نشوف يعني الحالات، بيكون في deviation، بيكون عند المريض مرض معين. أوكي، هون بيحكي لنا 110 بس أماكن ما بعرف، كنت أشوفها 120. هاي ليدي 3 120، هون حاطين 110 ما بعرف ليش، حتى هون 120. So normal anything النورمال كاتبين من سالب 30 ل 110، وأحيانا بيحكوا 120 ما بعرف ليش. أوكي، هاد هو يعني النورمال من AVL وليد 3. هون أي مكان موجود فيه الأكسس، يعني إذا الأكسس حكينا الأكسس هو محصلة الأمور اللي صارت بالقلب، إذا إنه هون أو هون أو هون أو أي مكان هون طبيعي 100%. إذا تعدى سالب 30 إن صار سالب 40 سالب 90، هنا left axis deviation، هنا right axis deviation. بسم الله نتفرج على هذا التخطيط. الأمور بتطير. أوكي، على هذا التخطيط هون عشان نشوف إذا في خلل، إذا في أي خلل بالaxis بدنا نتفرج. حكينا على AVF و lead 1. lead 1 positive، ايش يعني positive؟ يعني هيك مش هيك. اوكي، lead 1 positive وال AVL ال AVF sorry ال AVF AVF ايش positive. اوكي، فهذا المريض ما عنده axis deviation لا left ولا right، لانه lead 1 و AVF positive. اوكي، طيب ايش بدنا نعمل؟ بيحكي لنا quick look at axis use lead 1 2 and 3 where is the QRS complex more positive. نتفرج على lead 1 و 2 و 3 اكثر QRS positive هي lead 1، يعني واضح انها طويلة. الدكتور حكى بعدها بيجي lead 2 وبعدها lead 3. لو نعد المربعات يعني هون رح تطلع lead 2، هيك المفروض انه اطول من lead 3. اوكي، فشو بدنا نعمل؟ بدنا نيجي نحكي، بدنا نتوقع وين الاكسس موجود على الدائرة هديك، وين يا ترى رح يكون موجود. نمحي. اوكي، نيجي نشوف يعني اكتر lead عمل action potential هو lead 1، فمنتوقع المحصلة باتجاه الإشي الكبير، يعني هاي جمع متجهات. أوكي، هاي lead 1. lead 1 لما رسمناها حكينا حطينا البوزيتيف على left arm والنيجاتيف على الرايت arm. أوكي، فهو بوزيتيف وهو كبير، يعني نرسم سهم كبير باتجاه البوزيتيف. lead 2 هو more positive than lead 3 but less than lead 1، يعني هنا كمان حطينا الليد الموجة الالكترود الموجب على الليفت ليج والالكترود السالب على وين الرايت هاند، فحنرسمه هيك، حنرسم سهم اصغر من ليد 1 لانه هاي اقصر الكيو ار اس يعني، وحنرسم واحد على ليد 3. ليه رسمناه هون؟ ليه ما رسمناه هون؟ يعني هيك، ليه مش هيك؟ انه هون موجب،
هنا سالب، وهاد هاد أب يعني موجب، يعني باتجاه الموجب، والموجب لتحت بليدي فري. أوكي، فبنرسمه هيك. هلا بحكي لنا أقوى ليد هو ليد 1، يعني أقوى أكشن بوتنشال كان بليد 1 وهي كتير يعني هيك رافعة، وليد 2 أقل وليد 3 أقل، فجمع متجهات. وين بنتوقع الأكسس يكون؟ يكون بين ليد 1 وليد 2. هاي هاد هو نرسمه بلون تاني، هاد هو الأكسس، زي كأنه محصلة أقوى ليدين. اوكي، في حاله انه المريض ما معه ليفت او اكسس ديفيشن، كيف عرفنا؟ تفرجنا على ليد 1 اول ما شفنا الاي سي جي، تفرجنا على ليد 1، تفرجنا على الاي في اف، كانوا التنتين بوزيتيف، فحكينا المريض ما معه اي ديفيشن. اذا بدك تشوف وين بنتوقع يكون الاكسس، فبنرسم مثلا ليد 1 لانه كتير يعني الموجة عالية، فنتوقع جهد الفعل فيه يعني عالي، يعني الفولتية فيه عالية، فراح تكون المحصلة اكيد قريبة منه. ليد 2 مش عارف الدكتور حكى انها اطول من ليد 1، ليد 3 يعني الفولتية فيها اعلى من ليد 3. رسمناهم الثلاث بوزيتيف باتجاه البوزيتيف. هلا هدول الخطوط حكينا هون نيجاتيف من هون بوزيتيف حسب الالكترودز اللي رسمناهم اللي حطيناهم اول المحاضره. سو المحصله طلعت وين؟ او الاكسس طلع هون. هو طبيعي ولا لا؟ اكيد طبيعي، لانه بين السالب 30 وليد 3 اللي هو 120 او 110. اوكي، لا هون هون شو اجينا تفرجنا ليد 1 يعني عادي بوزيتيف طبيعي، ليد الاي في اف خلص على السريع يعني تفرج ليد 1 واي في اف، اي في اف طلع ايش؟ نيجاتيف، يعني في خلل. هلا بحكي لنا اذا كان ليد 1 بوزيتيف زي ما احنا شايفين واي في اف نيجاتيف، هاد بحكي هاد يعني انه عند المريض left axis deviation. ايش عنده؟ left axis deviation. اما اذا العكس، يعني اذا كان lead 1 negative و AVF positive، راح نشوفها هون lead 1 negative وال AVF positive، هاد مع right axis deviation. طيب نيجي نتفرج، حكينا عرفنا انه معاه left axis deviation، يعني نرسم الدائرة او لا هاي هون، يعني وين حيكون الاكسس محصلة جهود الفعل عنده left axis deviation، يعني حيكون بين هون ال AVL حيكون لل 180، معاه كل هاي المسافة يكون فيها، كل هاي المسافة abnormal يعني مش طبيعية يكون فيها، هو حيكون فيها. طب كيف هسه بدنا يعني نحط كمان موقع تقريبي للأكسس، موقع تقريبي للأكسس كيف بدنا نحطه؟ نجيب هو left axis deviation هاي متفق عليها، نجيب lead 1 درسمهم كلهم عشان بالنهاية راح تبين. اوكي، نجيب lead 1 positive lead 1، هاي lead 1 الجهة البوزيتيف منه، هاي الجهة النيجاتيف. اوكي، هنحطه هيك وهو كبير اصلا. اوكي، ليد 2 نيجاتيف، ليد 2 نيجاتيف، وين ليد 2؟ هاي البوزيتيف من الليد 2، هاي النيجاتيف من الليد 2، هو نيجاتيف يعني هو بهذا الاتجاه. ليد 3 برضه هو نيجاتيف، هاي البوزيتيف من ليد 3، هاي النيجاتيف من ليد 3. اوكي، ليد ال AVR هدول على فكرة 6 ليدز. اوكي، ال AVR نيجاتيف، وين ال AVR؟ هاي البوزيتيف منها هاي النيجاتيف. اوكي، ال AVL بوزيتيف، ال AVL هايها بوزيتيف. اوكي، ال AVF، ال AVF نيجاتيف، ال AVF هي البوزيتيف منها وهي النيجاتيف.
سو شو اللي بين معنا؟ مجموعة أسهم يعني. أوكي إحنا بدنا اللفت هو مع لفت أكسس ديفيشن، السبب ليد 1 بوزيتيف، ليد الأي في أف نيجاتيف، فهاد خلاص لفت أكسس ديفيشن. طيب هسا بدنا نحكي وين الأكسس المحصلة بدها تكون، يعني بأي منطقة من هدول. هلا هون لو كان هون فهو طبيعي، هون طبيعي، هاي منطقة طبيعية، منطبق على سالب 30 أتوقع برضو طبيعي، فهو لازم يكون من هون لهون، يعني أي إشي قبل سالب 30 هون، فالأكسس رح يكون بهاي المنطقة. أي واحد فيهم هاد جمع متجهات، يعني ما إلنا فيه، بس رح نحكي له إنه الأكسس لو طلبه وين حيكون، حيكون بهاي المنطقة، مش رح يتعدى هاي المنطقة. فشو مع المريض؟ left axis deviation بين lead 2 وال AVF ال AVL سالب 30 ل 120. بس هاي هي الفكرة، هاي هي كل الفكرة. نيجي على right axis deviation، نفس الكلام، الفرق يعني شفنا ورقة الاي سي جي، نتفرج ليد 1 وال اي في اف، ليد 1 نيجاتيف وال اي في اف بوزيتيف، سو مع رايت اكسس ديفيشن. وين الاكسس بده يكون باي منطقة؟ نفس الكلام هون رسموا، هلا بنرسم ابعد اشي واقرب اشي عشان نعرف وين حدوده، وبعدين نحكي بين هاي الحدود نفس الطريقة اللي عملناها هون. اوكي هون الكوزز اوف اكسس ديفيشن، مجموعة امراض، نورمال فاريشن، ممكن يكون نورمال فاريشن يعني يتغير، يعني موضع القلب يتغير فيتغير الاكسس، انا مش متذكرة شو بالضبط. اوكي اللفت فنتريكولار هايبرتروفي، ميكانيكال شيفت، لفت انتيرير، امور يعني، واسباب الرايت اكسس deviation. Summary of axis: that if the QRS complex in lead 1 and AVF are positive, زي ما حكينا lead 1 و AVF لازم يكونوا positive, so the axis is normal. If lead 1 is positive and AVF is negative, is likely to يكون معاه left axis deviation with the lead 1 negative و AVF positive, so عنده right axis deviation. حكينا عنهم كلهم. بس هلا الاشي الرابع اللي بدنا نعمله تشيك هو الانترفلز، نيجي نحكي عنهم. هلا نعرف انه هاي البي ويف، اوكي هاي البي ويف وهاي الكيو ار اس، فبناخذ من بداية البي ويف لبداية الكيو ار اس اللي هي هون، صار اخربش. اوكي من بداية البي ويف لبداية الكيو ار اس اللي هي هاي المسافة، هاي الانترفل يعني مسافة، هاي المسافة بنحكي لها بي ار انترفل، بي ار انترفل، بي ار انترفل. اوكي هلا شو هاي المسافة بتدل على ايش؟ صار اكشن بوتنشال بالاتريا فاعطانا البي ويف، بعدين راح من الاس اي نود عن طريق ال انتر بندل برانش وداها للاي في نود. هلا الاي في نود بتعمل شويه ديلاي، يعني عندها شويه جاب جانكشن، فبتعمل ديلاي بتاخر وصول الموجه من الاتريا للفنتركل، هيك هي وظيفه الاي في نود. فهون ما في موجات، ليش؟ بتكون لسه بيكون الاكشن بوتنشال لسه بالاي في نود، بعدين بتوصلها للباندل اوف هس. الباندل اوف هس هم هيك نازلين في برانشز هون، هاي البرانشز بعطونا اكشن بوتنشال يعمل الكيو ويف، بعدين الار ويف اللي هم بالباندل اوف هس النازلين هيك ار، بعدين اس بالبركنجي فايبر يمين وشمال، ما علينا مش موضوعنا. المهم نكون عارفين انه هون بين الديبولاريزيشن بالاتريا والديبولاريزيشن في الفنتركل صار في ديلي،
هذا الديلاي سببه انه ال AV node عندها diminished gap junction، عندها شوية gap junction فبتبطئ وصول الكهرباء من الأتريا للفنتركل. اوكي، بس هاي المسافة من بداية الاكشن بوتنشال في الأتريا لبداية الاكشن بوتنشال في الفنتركل لازم تكون، يعني هي مسافة بس لازم مدة إلها. اوكي، كم هاي المدة؟ point 12 ل point 20 seconds، مش لازم تكون أقل ولا أكثر من 20، مش أقل من 12 ولا أكثر من 20. إذا هاي المسافة، إذا هاي الفترة يعني صارت قليلة، تمام، يعني هون شفنا بي وهاي بس المسافة، جينا حسبناها طلعت أقل من 12، فبيكون اسمه إيش؟ هسه رح نحكي عنه، اللي هو وولف باركنسون وايت. وإذا زادت عن الحاد، يعني شفنا هون بي ويف ولسه هاد كله يعني منطقة ديلاي، فهاد اسمه هارت بلوك. هارت بلوك يعني الاي في نود صارت، يعني توصل جهد الفعل من الأتريا للفنتركل بزمن كبير، يعني أكثر من 20 سكند، point 20 سكند. اوكي، فهذا اسمه هارت بلوك، زي كأنه سكرت القلب، زي كأنها عاملة زي حاجز بمنع الاكشن بوتنشال ينتقل من الاتريا للفنتركل. سو بيحكي لنا البي ار انترفل لازم تكون 12% سكند او 20%، يعني ما يقارب 3 ل 5 سمول سكويرز. سمول سكويرز از نورمال. اوكي، الكيو ار اس كومبلكس، فترة الكيو ار اس كومبلكس less than point 10 to point 12 seconds، اللي هي 2.5 ل 3 سكويرز، تقريبا نفس الاشي. تمام، اللي هي هاي فترة الكيو ار اس. اوكي، اللي بعدها بحكي لنا الكيو تي انترفل. الكيو تي هون الكيو، اوكي، مع نهاية التي، هاي المنطقة بحكي لنا هاي المنطقة لازم هو حاطط من الكيو، آسف الكيو، واحد مع الصيام بطل يركز هون. الكيو كيو ار اس، هاي اس، هاي ار، هون الكيو. اوكي، الكيو للتي، هاي المنطقة بحكي لنا لازم فترتها، يعني طول الخط لازم يكون أقل من نص المسافة بين الـ R والـ R. نعتبر هون في موجة R، موجة R، فهاي المسافة، هاي المسافة اللي هي QT لازم تكون أقل من نص المسافة بين R R waves. أوكي، يعني أكم مربع تقريبا؟ بحكي لنا هيها QT interval less than half of the RR rate is grossly normal depends on the heart rate. يعني بتختلف، إذا الهارت ريت سريع فالمسافة بين ار ار قليل، فالمسافة هاي برضو بدها تقل. depends on heart rate less than 0.445 seconds، تقريبا 11 small squares is normal بيكون. اوكي، نيجي نحكي عن أول مرض بيكون، يعني يعني إله دخل بالintervals، اسمه وولف باركنسون وايت. اوكي، الولف باركنسون وايت صار في، اوكي، نرسم بي ويف. هلا هون لازم يكون فترة، حكينا هاي الفترة بتكون الموجة موجودة بالاي في، يعني الاي في عم تنقلها للفنتركل، بس صار في انه تبطئ للنقل لانه الجاب جنكشن قليل، فهاي لازم تكون خط مستقيم بطول معين وبعدين كيو ار اس. هلا شو اللي صار هون؟ عادي، بويف طبيعية، هذا الخط يعني كان قصير جدا بحيث اجت بعديها كيو ار اس. وايش حكينا؟ حكينا انه الانترفل هاي قصيرة زيادة عن اللزوم، حكينا لازم طولها 3 ل 5 مربعات صغار. ف نشوف واحدة واضحة، مثلا نشوف هون
هون هيها بي ويف وما في خط مستقيم ممتد، لا على طول رحنا كيو ار اس. هلا في منهم راح يصير اشي اسمه دلتا ويف، ادور بس على وحده. ما علينا نشوفها هون، هون اوضح. دلتا ويف يعني اجت بي ويف، هلا لازم يستمر الخط بعد بي ويف، يستمر الخط مستقيم هو؟ لا هيك المفروض، هذا المفروض. اللي صار انه بي ويف وطلع هيك، تمام. هاي سميناها دلتا ويف. دلتا ويف يعني الاي في نود ما اخرت الاكشن بوتنشال، ما اخرت نقل الاكشن بوتنشال، على السريع نقلت البي ويف ودتها للفنتركل، عمل كيو ار اس. هاي معناها اسم المرض وولف باركنسون وايت. كيف بدنا نعرفه؟ ببساطة، هاي بي ويف. اوكي، كم مربع حكينا لازم يكون بين ال، اسف، كم مربع لازم يكون طول ال بي ار انترفال؟ حكينا 3 لـ5 مربعات الصغار. هاي بداية البي وهاي بداية الار، كم مربع؟ مش عارف، مش واضح معي منيح. نشوف هون، هم 3 هون. اوكي، مثلا هون مش عارف، هو ما راح يجيب لنا عده يعني، بس احنا لازم نكون عارفين انه المسافة هاي صغيرة، مبينة صغيرة المسافة يعني، بس مش شايفة منيح اني اعد، مش واضح. اوكي، هاي هي الفكرة بشكل عام، وانتو شوفوا يعني، انتو عدوا. اوكي، المرض الثاني عكس هاد كان تسريع، الاي بي سرعت ودت الموجة بسرعة، هنا تبطئ، عملت دلتا ويف هون. اوكي، هنا تبطئ يعني صار هارت بلوك. هلا الاي في هارت بلوك، اي في لانه له علاقه بالاي في اللي هي مسؤوله عن نقل الموجه. هلا انواع، النوع الاول اسمه فيرست ديجري هارت بلوك، فيرست ديجري هارت بلوك. نيجي نشوف كم مربع صغير، هاي يعني طويله زياده عن اللزوم، هي دوب كانت هيك هيك وهيك، هون لا طويلة. اوكي، نحسب كم مربع صغير. مربع 2 3، هدول 5 6 7 8 9 10، 10 مربعات حكينا، هو من 3 لـ5. ليه من 3 لـ5؟ عشان تكون الفترة من بوينت 12 لبوينت 20. اوكي، هلا عشان نحسب الفترة هاي بنضرب مثلا 10 ضرب زمن كل مربع اللي هو 0.04 ثانية، راح يطلع 0.4. احنا عنا هون 0.1 0.2 0.4 زيادة يعني هارت بلوك. اوكي، هاي هي فكرة الهارت بلوك. طيب شو نوعه يعني للهارت بلوك؟ في انواع. شو هذا النوع؟ هذا عبارة عن first degree heart block. شو يعني first degree؟ يعني بكل الانترفلز، انا عديتهم 10، هم 7. اوكي، بكل الانترفلز في تأخير يعني موجود بين، يعني طول ال بي ار انترفل 7 سمول سكويرز، هون 7 سمول سكويرز، هون 7 سمول سكويرز، ما تغير. فهذا عبارة عن first degree heart block. second degree heart block نفس الحكي، بس المسافة هون زادت، يعني هون كم مربع؟ 5 6 7 8، تقريبا 8. هون بصير 1، هون 5 ناقص 1 4 و5، هون 9، هون زاد. اوكي، هذا هو second degree heart block، يعني كل interval المربعات تبعونها يعني المسافة تبعتها غير عن الانترفل اللي جاية بعدها او قبلها حتى. اوكي، بحكي لنا هون هلا هو اي سي جي، نعتبر شفنا الاي سي جي بالدقيقة، تمام.
آخر إشي شو راح يكون عندنا؟ آخر موجات، نروح على آخر موجات بالورقة، راح يكون كالعادة. أوكي، آخر إشي بموضوع الانترفال هو QRS interval prolongation، لما يكون في right bundle branch block أو left bundle branch block. بس هي right و left لما تكون الرايت بس مسكرة، يعني ما فيها ما بتوصل جهد فعل، فحيظهر على الـ ECG في التخطيط اللي اسمه V1 و V6. اوكي، حيظهر اشي اسمه RSR complex، يعني موجة R يتبعها موجة S يتبعها موجة R، RSR complex. هاي بتدل انه المريض معاه right bundle branch block. على ال V6 حيظهر QRS طبيعية، يعني ما فيها defect، طبيعية. اوكي، على ال V6 طبيعية، على ال V1 RSR، so the patient has right bundle branch block. اوكي، if the patient يعني عنده left bundle branch block، حيكون عنده بال V1 RS complex. نشوف هون في ارتفاع بسيط، هاي هي ال R، R صغيرة جدا و S كبيرة، ف RS بال V1. V6 رح يظهر عنده ال MR shaped M، خلاص هي هاي كاركترستيك للمرضين هدول، هو الرايت باندل بلوك والليفت باندل برانش بلوك. هاي الأمراض حكى يعني مش I'm not expecting you انه تعرفوها وتحفظوها، مش عارف انها حفظ او لا. اوكي، نيجي بعديها على البرولونج كيو تي انترفل. حكينا الكيو تي بنبلشها من بداية الكيو لنهاية التي، حكينا اللي هي من هون لهون. حكينا كمان انه لازم ما تكون less than half of RR interval distance، يعني هاي R وهاي R لازم تكون هاي نص المسافة بينهم، هاي نص المسافة لازم تكون هون. فهون احنا لاحظنا انه ايش عندها، انه ال QT interval is انه longer than المسافة المفروض تكون فيها، فهو QT interval prolongation. If QT is grossly more than half of RR distance, it is abnormal risk factor for. بحكي لنا هاي بتصير لأسباب معينة، هاي الأسباب منها أدوية، يعني اللي هي some antihistamines اسماء الأدوية. اوكي، بتصير اذا واحد باخذ انتي هيستامين، فلو شفنا تخطيط القلب هيك حيكون some antibiotics، erythromycin، clarithromycin، chloroquine، tricel antidepressants اسمائهم، other antidepressant و antipsychotic drugs. هلا هاي اسباب بتعمل prolongation للتي، والريسك فاكتور اللي هي faints، blackouts و sudden death، يعني هي مش اشي عادي، خطيرة. فهاي هي الفكرة بال prolongation of QT interval. احنا شو خلصنا؟ اخدنا انه نعمل، نرجع اخدنا check the patient's ID والage، وcheck the rate، check the rhythm اذا كان من السينس او مش السينس، check the axis، normal axis deviation حكينا، و check intervals، PR interval، QRS وال QT intervals. ضل 6 و7، check for ischemia or infarction and left ventricular hypertrophy.